حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن السلامي. أهلا بك دكتور حسن. إذا هذه الجولة تهدف إلى تغيير منهجية التفاوض وتحديد سقف زمني معين لهذه المفاوضات، ماذا يقصد بتغيير منهجية التفاوض وما الذي تغير ومتى ممكن أن يحدد أو يكون هذا السقف الزمني؟ مساء الخير أختي الكريمة. يعني أظن أنه زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة وما صدر من تصريحات أكدت تطابق وجهتي نظر البلدين وتمسكهما بالحقوق التاريخية لهما في مياه النيل، وتمسكهما أيضا بوجود يعني اتفاق قانوني ملزم يتضمن قواعد لملء وتشغيل السد من ناحية، ويتضمن أيضا آلية لفض المنازعات وتحديد سقف زمني. أظن أن هذا هو التوجه الجديد الذي بدأت من خلاله المحادثات السداسية قبل ساعات. أظن أنه مصر والسودان لن تفرط في الوقت كما حدث سابقا، يعني أعتقد أن إثيوبيا تسعى دائما إلى كسب الوقت وإلى المماطلة والتعامل مع نهر النيل على أنه نهر محلي، ولكن تطابق وجهتي النظر المصرية والسودانية يمكن أن يمثل أداة ضغط جديدة، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي والتصريحات الصادرة من الاتحاد الأوروبي. الأجواء كلها مختلفة وتصب في اتجاه إعادة إحياء المفاوضات بمنهج مختلفة. أعتقد أن إثيوبيا سوف تسعى بالتأكيد إلى المماطلة وكسب الوقت، ولكن المفاوضين المصريين والسودانيين لن يمنحوا هذه الفرصة للإثيوبيين تمسكا بالحقوق، لأن مسألة مياه النيل هي مسألة وجود وليست فقط قضية أمن قومي، ولعل هذا هو ما دفع كل من مصر والسودان إلى تأكيد وجهتي النظر المتطابقتين خلال لقاء الرئيس السيسي مع الفريق البرهان اليوم بالقاهرة. أظن أن أداة الضغط التي تمارسها مصر والسودان قد تؤدي إلى حالة الموقف، ولكن بالتأكيد لا توجد ضمانات يمكن أن تقدمها طيب. إثيوبيا للوصول إلى النتيجة المرجوة. إضافة إلى الضغط المصري والسوداني، البعض يتحدث بأن ما سرع عجلة المفاوضات أو أعاد إحيائها من جديد هو تصريح الرئيس ترامب وأيضا تهديد الولايات المتحدة بسحب المعونات عن إثيوبيا، ولكن البعض الآخر يرى بأن هذه التهديدات يعني ربما تحاول إثيوبيا استيعابها ريثما تتضح نتائج الانتخابات الأمريكية، لأن هذه الإدارة ممكن أن تتغير، وبالتالي هل تعتقد بأن إثيوبيا ستسعى إلى ذلك، إلى كسب الوقت لحين اتضاح نتائج الانتخابات الأمريكية؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني النهج لم يتغير لدى القادة الإثيوبيين، لأنه يعني سد النهضة يمثل عنصر فخر قومي بالنسبة لهم وطموح كبير أن تصبح إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للكهرباء في القارة الإفريقية. يعني أعتقد أنها لن تتخلى بسهولة عن هذا الطموح وعن هذا الأمل. يمكن سياسة المماطلة والتسويف وكسب الوقت هي سياسة ممنهجة لدى القادة الإثيوبيين، بالتأكيد سوف تسعى إلى تضييع الوقت لحين بروز الصورة الانتخابية في الولايات المتحدة. ما صرح به الرئيس ترامب هو تصريح شخصي، يعني ربما يعني قد يستفيد منه الإثيوبيون في تضييع الوقت وكسب الوقت، ولكن بالتأكيد لن يؤدي إلى نتيجة مرغوبة إلا إذا كانت هناك قناعة حقيقية بأن الجميع لابد أن ينتفع بمياه نهر النيل، وأن يقر الإثيوبيون بأن النيل هو نهر مشترك دولي لابد أن تستفيد منه جميع الدول التي يمر فيها هذا النهر، وأن هناك حقوقا تاريخية واتفاقيات دولية ولكن ما الذي يمكن أن يغير الموقف الإثيوبي دكتور حسن؟ ما الذي يمكن أن يغير الموقف الإثيوبي لكي تكون هذه المفاوضات مثمرة بعكس سابقاتها؟ يعني أنا أظن أنه هناك يعني أدوات ضغط كثيرة يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي، هناك العديد من الدول التي لها علاقات وثيقة مع إثيوبيا، هناك استثمارات عديدة لكثير من الدول مع إثيوبيا، وبالتالي تمثل أداة ضغط، لأنه كما قلت بحق أنه التهديد بسحب بعض المساعدات الأمريكية أدى إلى حلحلة الموقف أو على الأقل الجلوس إلى مائدة المفاوضات. استمرار هذا الضغط قد يؤدي إلى تغيير الموقف الإثيوبي، ما نطمح إليه فقط هو الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. أختي الكريمة، مصر قدمت كل الحلول بالنسبة للإثيوبيين، هي لا تريد أن تمنع الإثيوبيين من التنمية، ولكنها تريد أيضا الاحتفاظ بحقها التاريخي في مياه نهر النيل وحق شعبها في الوجود. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن السلامي، كنت معنا مباشرة من القاهرة.